دابا كنحس بشويه ديال الفضول حيت دابا جاي ولا جايه نستاغ مغربيه جوست تريس حيت ما عرفتش شكون. دابا بالضبط احنا غاديين في الطوموبيل مع الشرفه وقال لك اسيدي اتصلوا بينا كاين واحد ليميسيون في لاغوشيل سميتها فور بواياغ ايميسيون ديال التحدي ديال شي حوايج ما كنديروهمش ديما وحنا غادي نشوفوا هاد البيعه والشريه كي غتخرج. بخير اسم الاسم الكريم محمد امين لا لا ساره مشرفين لا فهد يعني تعرف اشنو واش ديال التنقاز ولا خوك موجود ساره حتى هي ما تخافش عليها الحمد لله اللي كيف فات خو بعدا بك انا باش كون هاد الزوج الاخرين اللي جايين ان شاء الله. فهد بن شمسي انسان متواضع عزيز عليه الضحك وبان لينا موتيفي من غير موهبه ديال التمثيل عنده مواهب وحدين اخرين في الرياضه اون كونت سور لوي فور بوير ان شاء الله. تتوقف في ذاك الفوق ونشوف واش غتكمل ولا انت كبرت قضيتي كبرت كنت كنشوف شي واحد ما قدرش يدير شي حاجه انا نقدر ندير هذا بغيت نمشي نتحدى دابا فهاد لوك هذا باش نشوف واش نقدر نديرها ولا لا بحال بان لي محمد امين سبورتيف وما كيخافش هذا هو المهم حيت هذا الشيء انا كيبان لي هاد ليميسيون ما بقاتش تكون فيها سبورتيف ولا لا خاصك تكون عام ما كتخافش ولا عطاوك شي حاجه ما دير ديرها وساره بانت لي مريقله يمكن حسوا ليا شويه في الاول ولكن غادي تعطي دغيا دخلات في ديسكوسيون وناشطه وبلا داكشي غير دوزو هذاك قريت شويه على داكشي جي في دي سيكوريتي ماكسيموم يعني زيرو اكسيدون 25 اخي ما عمرهم جاو من المغاربه على حسب ما كيبان ليا هاد الفرقه غادا تكون مزيانه كاينين فيها دي جون سبورتيف وهذا ما عدا لا خرجت لنا شي حاجه من جنب شي واحد فيهم كيخاف من النادي ولا مي درنا مع بعضياتنا كيبان ليا ما كاينش المشكل ولكن انا بعدا كيبان ليا غنتفاهم معاهم مزيان ودوك الجوج الاخرين اللي غيكونوا معنا الله يكونوا مزيانين دابا غننقزوا غنعوموا غنديروا هادشي كامل واش غنجيبوا الفلوس للاسوسياسيون ولا بيان سور هذا هو لو بوت طبيعه الحال ما هي غتنضى شوف خاصنا نتعاونوا ان شاء الله كاملين باش يكون داك المونطون ديال الفلوس اللي غناخذوا حنا هو صافي هذا هو لوبجيكتيف اللي خاصو يكون عندنا ان شاء الله بون شانس اسيدي تبارك الله عليك الله